يعني بدل ما يكون ما يكون مفترض هو شخصية محمية وفق القوانين الدولية عم تقول هذا ما يجب أن يكون عليه الصحفي في كل العالم، لكن في قطاع غزة لم تحمينا السترة الواقية، لم تحمينا السيارات التي كتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية. بتشوف في الخلفية يعني بعض الصور التي التقطها هي صور يعني معروفة جدا وتوزع، بس يعني تجد الإشارة أن حضرتك التقطت هذه الصور إذا فينا نشوفهم سريعا. نعم، هذه الصورة لامرأة كانت تحمي طفلها من القصف الذي استهدف النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه في منطقة وادي غزة. نرى الدخان الأسود المتصاعد في الخلفية للصورة، والمرأة كانت يعني تمشي، لم يكن زوجها معها، كانت تمشي بأربع أطفال، وهذا الطفل كان على صدرها دائما. عندما حصل القصف في الخلفية، فالامرأة يعني شدت على هذا الطفل، والتقط هذه الصورة في عملية النزوح الكبيرة التي أمر جيش الاحتلال المواطنين بالتوجه من شمال القطاع إلى هذه أول عملية نزوح. هذه أول عملية نزوح، صحيح. هذه الصورة في مكان تم استهدافنا فيه نحن كصحفيين وكطواقم دفاع مدني، كنا نغطي في منطقة تل الهوى في ثالث يوم في الحرب في منطقة تل الهوى. هذه اللحظة الأولى للانفجار، نرى الشظايا تتطاير أساسا من شدة الانفجار في السماء. نجونا بفضل الله يعني بمعجزة، سقط عدد من الشهداء من الدفاع المدني في هذه المجزرة. نحن كنا أصلا نصور مجزرة حدثت قبل قليل، وأثناء تصويرنا حدثت أيضا استهداف آخر وحدثت مجزرة أخرى في نفس المكان. هذا ما يعيدنا إلى هذه النقطة، أنه يتم هناك لا يوجد حماية لا لصحفي لا لمسعف لا لفريق دفاع مدني، حتى الفرق الأجنبية العاملة في غزة لم تحظى بهذه الحماية. الاحتلال الإسرائيلي لا يرى ولا هذه أحد الصور ولا يردع تشيع أحد الصحفيين. هذه تشيع زميلنا الزميل سامر أبو دقة رحمه الله. أنا الجزيرة. نعم صحيح، الزميل سامر يعني كنا نعيش مع بعض في نفس الخيمة أنا وسامر، وسامر من الناس اللي كانوا دائما محبين للحياة. سامر يعني كان العين الراصدة ومن الناس الذين تفانوا في أداء عملهم. سامر سقط في صاروخ إسرائيلي مسير استهدفه في منطقة، كان مع الزميل وائل الدحدوح كذلك في منطقة يفترض أنهم حصلوا على التنسيق، هناك تنسيق مسبق بين الدفاع المدني والجيش الاحتلال، لذلك هم كانوا يعلمون أن هناك طواقم دفاع مدني يرافقها طواقم صحفية في هذه المنطقة، لكن تم استهدافهم بصاروخ. ومن بعد ذلك اتضح أنه تم استهداف سامر أيضا بصاروخ آخر، ما أدى إلى يعني تفتت جميع أجساده واستشهاده على الفور. يعني الصحفي الفلسطيني دائما أسمح لنفسي يعني قبل ما نتفق على إجراء هذه الحلقة، يعني حدثتني بتفاصيل النهار اللي استشهد فيه المصور سامر، ومثل كنت عم يعني رح قد ما فيك تشاركنا معلومات شخصية أو خاصة هذا بيعود لك، بس يعني اللي خبرتني إياه هيك علق ببالي أنه حتى شفته قبل ما يتوجه على مهمته الصحفية، وكأنه كنت حاسس أنه هذه هي ربما مهمته الأخيرة. يعني سامر كان من الناس اللي يعملون على التغطية من داخل مستشفى ناصر، كان دائما هو يرافق المراسلين في عملهم من داخل المستشفى في التغطية المباشرة. في ليلة الاستشهاد سامر كان متحمس جدا لخروجه في تقرير ميداني لتصوير ما خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، في وسط مدينة خان يونس. العملية العسكرية كانت لا تزال مستمرة بالقرب من المكان الذي توجهوا إليه. تم التنسيق بين الدفاع المدني والصليب وجيش الاحتلال من أجل التوجه فرق الدفاع المدني لإحضار معدات من داخل هذه منطقة العمليات، وكان هناك في التنسيق طواقم صحفية ترافق هذا الفريق. سامر يعني من تلك الليلة كان متحمس بشكل كبير جدا، يعني كان
سعيد جدا، كان لم أرى سامر بهذا الحماس من قبل، أنه سوف يذهب مع والد حدوح ليغطي هذا الحدث هناك. فصبيحة استشهاد سامر، يعني سامر معروف عنه أنه جنتل وبحب يلبس، فتشيك سامر يعني كأنه رايح على فرح أو كأنه رايح على مقابلة مهمة جدا. يعني عادة المصور الصحفي ثيابه دائما تكون رثة نظرا لعمله ونظرا لأنه راح يصور في دمار وكذا، لكن سامر كان على العكس تماما. يعني سامر لبس أجمل شيء عنده، حتى درع الصحفي هو لبس في الأول درع، لكن لقى أنه شوية هيك موسخ فقال لا ما بدي الدرع هذا، فاختار درع صديقه ولبسه لأنه هداك كان جديد يعني للدرع، سبحان الله. فأنا كنت بقول له يعني يا سامر أنت مبين عليك أنك مودع هيك، بس على سبيل المزاح يعني بتحول تصرفات بتحول المعاناة أو بتحول يعني هذه اليوميات الأليمة إلى يعني بصير بيتم تناولها بشيء من الطفل ربما للتعايش معه. يعني احنا صراحة من كثر الفقد ومن كثر الموت في يومنا، فاحنا صرنا اصبحنا انه احنا بنضحك بهاي الاشياء، يعني انه انت بس تستشهد راح اعمل وراح اسوي ومثل هيك. فسامر حتى وهو طالع يعني انا سبحان الله أجاني شعور أنه ممكن هذه تكون آخر لحظة، لأن أنا شفت سامر بيتجهز بشكل ما شفته قبل هيك. فطلع في السيارة حتى التقط له فيديو هو رايح باتجاه السيارة ولبس الكاب تبعته وركب السيارة. يعني بعد ساعتين تقريبا أجانا خبر أنه تم استهداف الفريق الصحفي وفريق الدفاع المدني. وللأسف الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي فقط باستهدافهم، بل منع الطواقم الدفاع المدني ومنع طواقم الإسعاف لمدة ما يقارب على 5 ساعات. في تلك اللحظة كان سامر بقي ينزف على الأرض، حاول أنه يزحف، شلح السترة الواقية اللي هي لم تحمي هذه السترة بحسب اللي يفترض انه الصحافه لها حرمه والصحافه لها حمايه خاصه، لم تحمي هذه. زحف ما يقارب 100 متر لكنه لم يستطع، وبعد ذلك الاحتلال تم استهدافه مره اخرى وهو مصاب. يعني انت الان شخص مصاب لا يستطيع الحراك، ماذا تريد منه؟ لماذا لم تسمح بطواقم الاسعاف والدفاع المدني اكثر من 5 ساعات؟ و يعني الجانب الفلسطيني يحاول التنسيق بس لإحضار أو يعني ليذهب يتفقد من بقي على قيد الحياة ومن استشهد. بعد هذه 5 ساعات لم يبقى أحد على قيد الحياة، جميع من استهدفوا نزفوا حتى الموت. يعني كانوا مصابين في البداية لكنهم نزفوا حتى الموت. ونجا وائل الدحدوح بأعجوبة لأنه تعالى يعني كانت إصابته بليغة في يده، وقرر أنه يخاطر وأنه يتقدم باتجاه مناطق يعني يقترب فيها الإسعاف يستطيع أن يخرج منه. فكانت معجزة أنه كيف وائل استطاع أن يخرج ويتعالى على الجرح اللي أصابه. طيب قبل ما ننتقل لصورة أخرى بس بدي أسألك، يعني بهذا ذكرنا أكثر من 140 صحفي استشهدوا في هذه الحرب، عم نشوف صورة التقطتها أنت لتشييع أحد مش بس الزملاء، أحد الأصدقاء في هذه المعركة. بعد هذه الصورة يعني بعد ما التقطت هذه الصورة، هل في وقت؟ يعني أنت لست مصور صحفي فقط، أنت من سكان غزة، أنت ما يجري في غزة يعنيك مباشرة على المستوى الشخصي بعيدا عن العمل الذي يجب أن تؤديه. لما يخلص التشييع أو لما تلتقط هذه الصورة والأحداث بعدها مستمرة والحرب لا تزال مستمرة، كيف تتصرفوا بعد التشييع؟ يعني في وقت معين بتخدوه لأنفسكم لحتى تتقبلوا أو حتى تتعاملوا مع هذا الحدث أو مع هذه الفاجعة، ولا تسارع الأحداث أو الـ يعني حجم المصيبة لا تسمح لكم حتى بأخذ وقت مستقطع لأنفسكم لتقدروا تستوعبوا الحدث اللي صار؟ أنا بدي أسألك ما بعد الصورة مش الصورة.
للأسف يعني في هذه الإبادة ما كان في وقت أو مساحة للشخص حتى أنه يحزن على صديقه أو يحزن على زميله أو يحزن على حتى أولاده أو من فقد من عائلته. في غزة لا يوجد مساحة للحزن ولا يوجد وقت كافي للحزن في ظل هذه الإبادة. تسارع الأحداث، كثافة النيران، حجم المجازر المهولة، لا تستطيع أن تلتقط أنفاسك، لا تستطيع أن تجلس مع نفسك، لا تجد أصلاً مكان تجلس فيه منعزل مع نفسك حتى تحزن على هذا الشخص، لأنه أصبح المستشفى هو المأوى والمدرسة هي المأوى والمسجد هو المأوى والكنيسة هي المأوى، فتجد أن الناس تتكاثف يعني بالآلاف في 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 نفس المكان من أجل الحصول على الماء، على بعض الطعام، من أجل شحن البطاريات أو التليفونات في أماكن محددة يتواجد فيها الكهرباء، لأنه تم تدمير كل البنية التحتية في قطاع غزة. فلذلك يعني نحن كصحفيين كان الضغط علينا أكبر من المواطن العادي، لأنه يجب أن تكون حاضر في كل مجزرة، يجب أن تكون حاضر في كل حدث. فلذلك للأسف يعني نحن حتى لم نحظى بلحظة وداع لبعض الأصدقاء، يعني لم نتمكن من وداعهم، يعني كانوا معنا في صباح يوم من الأيام، استشهدوا في منتصف اليوم ودفنوا في منتصف اليوم ولم نراهم ولم نلقي عليهم حتى نظرة الوداع، إما بسبب بعد المسافة وعدم توفر وسيلة مواصلات، أو إما بسبب خطورة الطريق التي يجب أن نسلكها حتى نصل إلى هذه المدينة. كذلك بعض الزملاء فقد جميع أفراد أسرته، زميلنا مؤمن الشرافي فقد 20 من عائلته ولم يستطع أن يرى والده ووالدته ويحظى عليهم بقبلة وداع، بقوا تحت الأنقاض ما يقارب أكثر من شهر ونصف حتى يعني تخيل أنت يعني الصحفي الفلسطيني الوحيد الذي يذيع خبر استشهاد عائلته على الهواء مباشرة للعالم، الصحفي الوحيد كذلك الذي يدفن أطفاله وهو يرتدي زي الصحافة مثل ما حدث مع وائل الدحدوح عندما دفن عائلته وباقي الزملاء. كذلك زميلنا محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين، هو خرج من التغطية ذهب إلى البيت يعني أقل من نصف ساعة عاد إلى المستشفى جثة هو وعائلته كذلك. فهناك جرائم ترتكب بحق الصحفي الفلسطيني وبحق المدنيين الفلسطينيين التي خلقت مساحة ضيقة أو عدمت هذه المساحة للحزن عند الزملاء الصحفيين. كما يعني هل فعلا أعدمت هذا الحس ولا أجلته؟ يعني هي أعدمت المساحة التي يعني يجب أن نحظى بها، لم تعد هناك مساحة، يعني نحن في النهاية بشر لكن لدينا قوة تحمل أكبر من الإنسان العادي بسبب ما شاهدناه في الحروب السابقة، وبسبب أنه أنت عندما تدخل هذه المهنة تكون مستعدا لدفع ثمن باهظ مقابل إما حياتك إما حياة أسرتك إما إصابتك. أنا على صعيد الشخصي تم قصف منزلي 3 مرات، يعني عدد من أفراد أسرتي أصيبوا، نزحنا من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح في يعني تحت القصف وتحت الكثافة النارية، بقية الزملاء إما فقدوا عدد من أفراد أسرتهم إما فقدوا أسرتهم جميعا إما فقدوا منازلهم، لم يبقى هناك أي صحفي فلسطيني لم يتضرر.